الحديد ولا عنده شني ولا عنده الهمسه ولا عنده القميله. هو الدواء ديال البق. العيالات والرجال والعيالات. هو الدواء ديال البق. اللي عنده الدبان ولا عنده الفار ولا عنده سراق الزيت ولا عنده شني ولا عنده الهمسه ولا عنده القميله. اللي قال لك الدبان برزتني والفار برزتني اليوم جبنا دواء خطير. اللي عنده البق واللي عنده هذاك البرغوت هذاك البق اللي جابوه من طاليان وجابوا من ليه. هو الدواء ديالو. هو الاستعمال ديالو. ديري في 5 لتر ديال الماء وترش والبق ما يبقاش. شتي البق وما يبقاش. رش في المحلات في الديور في الصالونات في كل حاجه ما تبقاش. ما في لا ريحه خانزه لا والو. واللي عنده الدبان واللي عنده هذاك الفار الفار الغدار اللي كتشوفوا المراه وتقول الراجل تعالى عباس راه فار داخل الكوزينه هو بارك عليه شد في عليه شد في عليه. هو الدواء ديال الدبان. هو الدواء ديال الرامود. اللي عنده البق واللي عنده سراق الزيت واللي عنده شنيوله. الدواء ديال الحشرات خشي هذا ديال سراق الزيت ديال الهمشه ديال المل ديال جميع الحشرات. جميع الحشرات ماشي البق سراق الزيت الهمشه جميع الحشرات. شام واحد كيقول لك ديت ديال سراق الزيت وما خدمش ليا. جي دي بالكارانتي تيدي واحد يخلص. وهذاك الدواء ديال الهمشه ديال القميله ديال كلش. بديت ود 10 سنين انا خرجت للسوق. ود 10 سنين خرجت للبيع والشراء ما كنبيعش في الدواء كندير الادوات الدراسه. كندير الدواء كندير العطريه كندير جميع الحرفاش. دابا سمعت هذاك الدواء ديال البق في الطاليان طلقوا لهم الدواء ديال البق رجعت ثاني زيد الدواء ديال البق قال لي ما كاينش ولكن الحمد لله كاين. اللي عنده البق اللي عنده البرغوت اللي عنده جميع الحشرات كاين الدواء ديالهم. ديرها في 10 لتر ديال الماء وكترش فوق الزربيه في الصالون في كلش ما فيه لا ريحه خانزه لا والو. لا هذا كتخلط مع الماء حتى سراق الزيت سراق الزيت ما يخليش وما فيه لا ريحه خانزه لا والو جميع الحشرات. اجي انا نعطيهم الدواء ويديوني. كاين الباق تما 20 درهم والله. دابا الباق اخشي قالوا جا من طاليان جاوا في هذوك الحوايج ديال البال. دابا العيالات كيمشيو يشريو سروال ب 60 ريال جاكيطه ب 40 ريال راه جا فيها كيجي في الكوليات. ولكن كاين حاجه اخرى ثاني جات من هادي لا بغى سالي من الباقنيش. عايشه هادي كتسالي مع الباق فنيده هادي ديال الباق. الباق ما يبقاش. واللي قال شي حاجه يقول هذا كيكتب ولا شي حاجه نطي الدواء تيداوى عاد يجي يخلص. هذا ديال الهمشه. ديال الهمشه اللي كتكون في الدجاج. هذا هو خادم يدير والو. الباق خاص يكون دواء قاصح. هذا الهمشه والقميله ما يخليهاش. لا هو خاك يكون الباق مصور ما غيدير لي والو خشي. علاش الباق وسراق الزيت هذا خاصو يكون قاصح.